بسم الله الرحمن الرحيم كلن وعندا وديال ميل البو اجوكتاني سي والبو مقيديسو غاري با كوسو دواادا برامج كترتكا قران كورباهينتا سيتي مالو والبا اد كلا سوتان marke laga reebo maalmada jumcada maanta barnaamijka waxa ku tartamaya hadii rabbi raali ka noqdo 10 ka hoose ee quraanka kariimka Idris Yusuf Bunle oo kamida ardayda dhigata dugsiga Abu Bakar Siddiq ee magaalada Jowhar waxana insha Allah hadii rabbi uu qadaro in la weydiin doona saddexdii su'aalood oo loogu talagalay in uu ku tartamo quraanka kariimka waxana inoo dhaxdhaxadinaya sida aad hore ugu barateen ba ustaad Abdirahmaan يوسف مع علي يوليبا أستاذ محمد مع الحسن مع القاسم يوليبا أستاذ مع عبد السلام شيخ حسن شيخ يوسف وكم إذا ولماذا مجال هذا الجوار وحنكون صور دوينة يا هدي ربي رأي كنا خذوا إدريس يوسف بونلا وكم إذا أرديت أنت كثر تم يا ورباهين تسيتي كسرو إدريس والنبي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما أنتوا حن رجينا إن هالكان كترتموا أنا ورجينا يقول إن الجارو هذه سلعة إذن أو إلى أسير هذا إن شاء الله ومسني هاي ندرس يوسف بونلي وكم إذا ترتم ياشا ورباهين تسيتي عن كسر دوين يا مع عبد الرحمن يوسف علي أو قرصورها سدح هذا السؤال ويدين دونه هدي ربي رأليك نقضه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه الكرام أجمعين الحمد لله رب العالمين لأن مرك إلهي سبحانه وتعالى ما هذا السكوب كان سغناتين سوا في جي في حفل دان قرح البدن ولوس أقاسمي قرآن كريم كأويس إلهي سبحانه وتعالى وحلين هاي أجر كيرا نوافجيه خير كيرا حيث رب سبحانه وتعالى عليه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور تتك كتابك الله أخرية وأهل صلاتك وبحسد ويح إله سبحانه وتعالى كأرزغي وحيث رجينا يان تجارة لن تبور كنعسي أنا قصار كاسو إله سبحانه وتعالى إنه ثواب وين بدن وكبحيو تتك أهل القرآن كأه قرآن كأخريين إيه عملك صالح وسميان هذا أنا وافق سن بشي بركة سنة رمضان وإلهي سبحانه وتعالى وقرآن كريم كسود الجي إلهي سبحانه وتعالى وحن لنا إن الله أنت سوق بنقاب السيف فرجان أجر أن سوقه بكرين الله أول مريو والدين توري إلهي سبحانه وتعالى أول مريو أيك أنا محيل وثمرة أي صوت عبدين أما خير كيب معنا بيرتين الدنيا أنت جوجين إلهي سبحانه وتعالى أبو المريم معلمين تي أيق أنا كسر شقيسي إن أردغان وكل يرد إنه قرآن كريم كمسابقة أما ترتم كسمية الله سبحانه وتعالى أيق أنا مالن أباهين الله أبو المريو جودهان نوحان لها ما ملك إذا عدى 6 FM إلهي سبحانه وتعالى أيق أنا كالن تير كليهين أجر فربضا الله كسيو أيق أنا وحسميين فلنتي أما ترتم كإني قبطان وكل يرجليان أرديدة إيه معلمين تا كنول دقمة الجوهر وبارك الله فيكم اللهم هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدو ماسين هاي أستاذ الرحمن يوسف علي حنقول قلي دون الله دي ربي رالي كنقضة ترتن كيني قرآن كريم كي سؤاله اللي ويدين لها الدرس يوسف بونل عدو الباء ودنيان يسا إن أي كترتن تور باهنتا سيتي ويسود وين يسا ديارة يوتهاي معلمين تدكسيه القرآن كأي مجال ذي جوهر وحنقعد سنة إن أرضي ذي كل رجليان إنه أسود دران سي أي أتر تمان إنه قدام وحبر شذوذا إن شاء الله وحنقول قلينا سؤاله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إدريس اقرأ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من قول الله سبحانه وتعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الله الذي خلقكم من تراب ثم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون حسبك والآن اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين واذكر عبدنا واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوا حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم سالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار
قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. حسبك. والآن اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أم لهم سلم يستمعون. فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. aad u maasanyahay Idris Yuusuf Boonle. Waxa uu idlaatay saddexdiisii su'aal oo kaga tartamayay tobanka hoose ee qur-aanka kariimka warbaahinta City. Waxaan u gudbaynaa wareegii labaad ee tartamihii kale ee ku tartamayay tobanka sare ee qur-aanka kariimka oo lagu magacaabo Maxamed Xuseen Cismaan oo ka socda dugsiga Alfurqaan oo ku yaala xaafadda Hanti Wadaag. Maxamed, soo dhowow, fikirkaaga kaga aadan maanta in aad ka tartanto warbaahinta City, aad ku tartanto tobanka sare ee qur-aanka kariimka. Soo dhowow. Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Allaahuma wafiqna lima tuxibu watardaa. Inkastoo airtime tartankii ugu horreeyay aan ka qayb galo, haddana waxaan aad ugu mahadcelinayaa Allah subxaanahu watacaala ee suurogeliyay inaan halkan ka tartamo. marka labaad waxaan u mahadcelinayaa idaacadda City FM ee qabatay tartankan aad ku fiican. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad uu maasanyahay Maxamed Xuseen Cismaan oo ka mid ah tartamayaasha warbaahinta City eena tartankiisii ugu horreysay. Cid walba oo jecel in ay ka qayb qaadato tartanka warbaahinta City waa ay u furan tahay, waa ay kasoo qayb geli kartaa. cid gaar ah ma jirto oo ay tartanka warbaahinta City u qabanayso. cid walba oo danaynaysa isleyaysa 14 tobanka aad rabtaad ku tartamaysa ama xifdisan tahay waa imaan kartaa insha allah haddii la yidhaaho. Soo dhowow macalin Cabdiraxmaan Yuusuf Cali. bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasala allahu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin. ilaahay subxaana wa tacaala mahad leh aan soo koobi karin. marka waa mar kasta waxaan u mahad celinaynaa mahadaas ilaahay iska leh subxaana wa tacaala. بعد الله وعن المهد عليه مامولك إذا عدى ستي أف أم أو كل مرتقليين قرآن أخرس بشهر رمضان إن كغيب غاتان أرضي ذاك وحكبرة تكسيد القرآن كريمك حان نباق وأسباق لما أدرى يا دمان معلمين تكسيد القرآن كريمك إيوالدين إن أرضي دور كسو دي رقليان إن هل كان إمادان أو القرآن كريمك كتر تمان سي نفتور معنا أو دي رقليان إلهي سبحانه وتعالى أو دوادان حيالي القرآن كريمك و bishii la soo dejiyey oo barakaysneyd bishaan bil lamida ma jirto. macnaha waxaa la dhihi karaa bilaha ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka doortay bisha ramadaan oo qur-aan kariimka inuu kusoo dejiyo u doortay. waxaan leenahay intii soo waafaqdana hani'an lakum wa jazaakum allahu khayra aljazaa wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed wa cala alihi wa sahbihi. aad u maasan yahay ustaad Cabdiraxmaan Yuusuf Cali.
كمدة قديقة وحن قد قال إن سؤاله صدق هذه السؤال والله وطلق لي إن ما أنت وكتر تمو محمد حسين عثمان وكمدة ترتم ياشا ورباهين تسيتي كسر على الدكسي على الفرقان إيه أنت وذاك جوهر الآن اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وأنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أسبك والآن اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها والله عليم حليم. عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون. وأكثرهم لا يعقلون. حسبك. والآن اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونسروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أدو ما سن يحي محمد حسين إسمان سدحريسي سؤالو ضياء انت سيكو سو إلاطي waxa uu ka mid ahaa tartamayaasha warbaahinta City ee ku tartamayay sanadkan 10ka juz ee hore ee Qur'aanka Kariimka ee waxa uu ka socday dugsiga Al-Furqaan ee hanti wadaag Jawhar ee barnaamijka waxa idin la socodsiinayaa anigu ah Maxamed Yasiin. Intaan barnaamijka soo gabagabeynin waxaan leeyahay cid walba oo daneeyaysa in ay ka qayb qaadato tartanka warbaahinta City ee Qur'aanka Kariimka waxaan leenahay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada cid walba oo ay ka qayb qaadan karta oo jecel in ay ku tartanto 114 tobanka sare tobanka dhexe iyo tobanka hooseba ee gabar iyo wiil qof walba oo islahaayo xaafadul quraan ayaa tahay waa ka bixi kartaa tartankaas oo uu furan yahay waa gacmo furan ku soo dhaweynina. intaasi ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo tartankii quraanka kariimka oo maanta ay wada tartamayeen Idris Yusuf Bunle oo ka socday xaafada Kulmis ee dugsiga Abubakar Sadiiq 10ka dambe ku tirtamayay iyo waliba Maxamed Hussein Cismaan oo ka socday xaafada Hanti Wadaag dugsiga Al-Furqaan asagana ku tirtamayay 10ka sare
waxaa dhexdhexaadinaya inta uu socday tartankaasi ustaad cabdiraxmaan yuusuf cali iyo weliba macalin maxamed macalin xasan macalin qaasim iyo weliba macalin cabdisalaan sheekh xasan sheekh yuusuf oo ka mid a culimmada gobolka shabeellaha dhexe ama degmada jawhar barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay oo maalin walbana idinla socodsiiyay anigoo ah maxamed yaasiin maadi maxamed ee khalfa dhanka kaamirada waa yuusuf abubakar ibraahim iyo weliba zaki sidoo kale waa dhanka farsamada shaasha iyo guux city f m ayaad si toosa nagala daawanaysaan baraha bulshada youtube-ka facebook-ga iyo weliba idaacadda intaa barnaamijkan barnaamij xay ku kulmeen waxaa idin leeyahay sidaasii nabadgelyo.